الجدل القائم على مسألة تراث الست أم كلثوم، سواء إذا كان يعني، وإحنا فهمنا يمكن من حلقة امبارح، أنا حتى لما كنت بتابعها مع زمايلي، أن هناك فارقا ما بين المصنف كمصنف والمادة المسجلة، ألا وهي كل ما قامت الست أم كلثوم بتسجيله، فيصبح هذه أو تصبح هذه التسجيلات مملوكة لشركة صوت القاهرة، أما المصنف نفسه فيزال تحت يعني يد الجمعية. فالجدل هنا عايزين نحسمه، أو الأول عايز أسمع رد من حضرتك. شوف الأول الفرق بين المصنف والتسجيل زي ما بيقولوا، الاثنين بالأساس هي فلسفة بس وليس في فرق. التسجيل هو الشريط يحمل الصوت والتأليف والتلحين. أما عايز يقول إن المصنف انه يشيل منه الصوت فيبقى التأليف والتلحين تحت سلطة جمعية المؤلفين، هذا هو الفلسفة. انما هو في الاخر المصنف هو الثلاث عناصر مع بعضهم، تأليف تلحين صوت. طب هنا هل يحق لأي شركة ان تستخدم هذا المصنف داخل او خارج مصر دون الرجوع للجمعية؟ الجمعية ليس لها دخل يا استاذ يوسف لسبب. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، خليني افرد باختصار عشان نكسب الوقت. ما هي المشكله بتاعت ام كلثوم؟ مشكله ام كلثوم، وهذه مشكله فريده، ان ام كلثوم بذاتها كانت هي الشركه المنتجه. يعني لما تيجي تطلق على مصنفات ام كلثوم او كتالوج ام كلثوم هنقول المنتجه ام كلثوم. ليه بقى؟ لما تيجي تشوف للمستندات والاوراق اللي انا خدتها من الورثه وانا بشتري هذا الكتالوج، هتلاقي ان جميع المؤلفين وجميع الملحنين اللي الفوا او لحنوا للسيده ام كلثوم التنازلات مباشره لها. يعني مثلا تنازل الاستاذ احمد رامي، هتلاقيه بيقول تنازلت انا احمد رامي لصاحبه العصمة السيده ام كلثوم، مفيش فيها لا صوت القاهره ولا فيها شركتي لعبد الله ولا اي شركه اخرى. بس التنازل هنا المالكه لهذا التراث بتاعها، التنازل هنا طيب بغرض الاستخدام. ايه دور صوت القاهره في الموضوع؟ صوت القاهره الو، انا معاك يا محسن بيه. انا كنت بقول التنازل هنا اللي بيقدمه اي من الشعراء او اي من الملحنين لست ام كلثوم او غيرها بشكل عام هو لغرض الاستخدام، يعني انه تستخدمه ست ام كلثوم، او في عباره اخرى يستخدمها عمرو دياب، او في عباره ثالثه محمد منير يستخدمها للتسجيل عن طريق شركه انتاج. يتنازل عنها تنازلا قطعيا لصاحبه الاسم ام كلثوم لاستغلالها بكافه طرق الاستغلال. يعني أم كلثوم مش ماضية لصوت القاهرة بأنه كل ما قامت بتسجيله حتى لحظة توقيع التعاقد وفي المستقبل هو ملكية كاملة لصوت القاهرة؟ خليني أسرد كمالة وبعدين أرجع للجزئية بتاعت حضرتك. اتفضل يا فندم. أم كلثوم في ذاك الوقت ما كانش فيه شركات كتيرة في جمهورية مصر، وكانت شركة محمد فوزي هي اللي بتقوم بتصنيع الماستر وبتصنيع الأسطوانة في ذاك الوقت. فأم كلثوم ادت المنتج بتاعها للمصنع علشان يطبع ويوزع. ثم تأممت شركة محمد فوزي واصبحت شركة صوت القاهرة، فانتقل العقد التوزيعي من محمد فوزي الى شركة صوتيات المرايات، صوت قرار صوتيات المرايات. هذا العقد بيقول ايه؟ بيقول لان ام كلثوم تملك مصنفات فنيه، وحيث ان الشركه الاخرى تملك مصنع للطبع والتوزيع، فاتفقوا على انها تطبع، والعقد ده لمدته 5 سنين بيتجدد. فهنا احنا في موقف لانه عقد توزيع. انا مش بنا اللي بفتي، ده الاوراق اللي بتقول. ثم لما توفت ام كلثوم على ورق صوت القاهرة وقع عقود جديدة مع الورثة عن الاسطوانات الليزر لما نزلت، وعن شرايط الفيديو عشان يوزعوا لهم شرايط الفيديو، عقود توزيع أيضا بمدة محددة. جينا سنة 2000 الورثة، ده التسلسل الزمني. أيوه. سنة 2000 الورثة اختلفوا مع صوت القاهرة لقلة الموارد المالية، وبعتوا لهم، مش أنا بقى،
كل ده لسه الورث. أيوة. وبعت لهم اختار في التوقيت القانوني ان احنا مش هنجدد معاكم. وعرضوا الكتالوج للبيع. كانت احدى الشركات الخليجيه داخله تشتري زي ما اشترت الافلام وتراث الافلام، كانت داخله تشتري هذا التراث. وانا لان انا بحب الموسيقى وانا كنت السد اللي صد هذا البيع للموسيقى، لم استطع ان انا اصد عن الافلام. والحقيقه لان انا الدكتور بتاعي دكتور محمد الحفناوي فهو شارني، قال لي انا من هنا عرفت، قال لي انا ببيع الكتالوج الى احدى الشركات يساوي كام؟ قلت له انا اولى. فقال لي انت فعلا اولى، وبالتالي هو اللي كمل لي مع بقيه الورثه، لان هو واخوه الدكتور محمد الحفناوي واخوه احمد بيساوي حوالي 50% من تركه ام كلثوم. وبالتالي اشتريت التركه. من ساعه ما اشتريت التركه وصوت القاهره طبعا انك بتسحب منها ام كلثوم عملت مشاكل وعملت قضايا، وكان في ذاك الوقت الاستاذ اسامه الشيخ وسياده الوزير انس الفقي، وعملنا اجتماعات وشافوا اوراقي وكل حاجه. وتحت هذه الاجتماعات، ودي الاول مره انا بقول الحاجات دي الحقيقه، يعني ده بالنسبه لي اول مره انا اطلع فيها على الشاشه. والاستاذ اسامه الشيخ حي يرزق ربنا يطول في عمره، وسياده الوزير انس الفي برضه مازال موجود ربنا يديله العمر، وشاهدين على هذا الكلام. تحت ضغطهم انا قررت او وافقت الى ان يتم امتداد عقود التوزيع دي الى مدد اخرى. فاثناء ما مد قامت طبعا الثوره وكده وتوقف الايرادات وامتنعت صوت القاهره على انها تسدد لي الايرادات. فاضطريت ان انا ارفع قضيه. وبالتالي المحكمه حكمت لي بتعويضات، وفي الاخر وصلت لان انا رفعت قضيه وفسخت هذا العقد. طيب كل دي احكام. حلو. انا هستأذنك. هم بقى انهم يطلعوا يقولوا اصل احنا اصل في ورقه اصل الجمعيه لها حقوق مؤلف وملحن، كل ده كلام يا استاذ يوسف، كلام انا بعتبره كلام ترند عشان يتعمل الترند. انما طيب علشان انا راجل علشان انا راجل معروف مكاني، علشان مما لا شك فيه، علشان يعني الحديث يبقى متوازن، فإنه أيضا للجمعية حق الرد في ذلك. أنا أستأذن حضرتك معنا على التليفون دكتور حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين. أهلا بك يا دكتور حسام. أهلا وسهلا يا فندم. إزاي حضرتك؟ كله تمام؟ ضيفك الكريم. اهلا بحضرتك. يمكن حضرتك سامع دلوقتي كلام الاستاذ محسن جابر المنتج المعروف حول مساله عمليه البيع والتنازلات وايضا الاجراءات القانونيه اللي تم اتخاذها تجاه شركه صوت القاهره. ومحسن بيه قال والله انا كسبت كل القضايا وحكم لي بتعويض. فرد حضرتك على ده ايه يا فندم؟ انا ردي حاجه واحده، احنا عندنا السجلات المحاكم موجوده والاحكام موجوده. استاذ محسن جابر اشترى من الورثه، والحقيقه انا كان ليا فرصه انه قابلته في مكتبه وقال لي ان هو ايه رايك انا اشتريت من الورثه والكلام ده كله. قلت له يا استاذ محسن انت مش صاحب حق الورثه، يبيعوا لك الورثه ما يملكوش الا نسبه مئويه قدرها 30%. قال لي طب ايه الحل؟ قلت له الحل الوحيد ان ام كلثوم تخرج من التربه وتسجل لك تسجيل جديد. استاذ محسن دلوقتي هو بيعرض لحضرتك بيقول فكرتين مختلفتين. اولا في فرق بين التعاقد على تسجيل صوتي والمصنف نفسه. يعني انا لما بعمل تسجيل، يعني يجي عبد الوهاب يغني في فيلم عندنا تسجيل فيلم، عبد الوهاب يغني في حفله عندنا تسجيل حفله، عبد الوهاب هيغني في العيد القومي لمصر يبقى تسجيل العيد القومي. كويس. عندنا اغنيه الاطلال، أغنية الأطلال اتغنت عدة مرات والأستاذ محسن اشترى صوت لبنان، وفيها أغنية الأطلال بصوت رياض السنباطي. يعني الأستاذ رياض السنباطي بعد ما لحن الأغنية لسيدة أم كلثوم سجلها بصوته مباشرة لشركة صوت لبنان، والأستاذ محسن اشترى شركة صوت لبنان، مبروك عليه مفيش مشكلة. اللي عايز أقوله إن هو حصلت مشكلة نتيجة هذا البيع من بعض الورثة مش من كلهم. اما باعوا حقهم في 30% فقط.
وضيف للعقد اللي هم مضوا عليه ان هم بيبيعوا التسجيلات الصوتيه. استاذ محسن منتج كبير وعارف ان التسجيل الصوتي ده معناه مش تاليف وتلحين فقط ولا اداء، لا ده استوديو وعازفين ومكن بيشتغل وطباعه، وفي عقود موجوده بين السيده ام كلثوم وشركه صوت القاهره، وفي اقرارين، واحد الاقرار الاول بخط ايد السيده ام كلثوم موثق امام الشهر العقاري بتقول ان شركه صوت القاهره هي المالكه الوحيده لتسجيلات حاليا وفي المستقبل. الثاني الاقرار صادر من الدكتور الحسناوي رحمه الله عليه والسيده سيده بنت اختها، ودول الدين الاول من الورثه بيقولوا ان شركه صوت القاهره هي المالكه الوحيده لهذه التسجيلات. استاذ محسن بيشير للتعاقد على الفيديو. الفيديو مختلف، لان الفيديو السيده ام كلثوم لما طلع الفيديو امتلكت حق الفيديو وبعقود واضحه بتقول انا اللي بملك الفيديو وانا اللي بديه لكم حق اذاعته. فمن حق الورثه ان هم يبيعوه، الحقيقه هم ما باعوهوش للاستاذ محسن بس، انما كثير من الورثه باعوه اكثر من مره. وفي ناس قبل الاستاذ محسن، وخلال الشهر الجاي عندنا وكاله منهم ان شاء الله هنطالب بحقوقنا، لان في عقود موقعه من الورثه بيعين التسجيلات السمعيه البصريه لجهه اخرى في مصر. فاللي عايز اقوله ان في واحد، هناك فارق ما بين التسجيل الصوتي لشركه تسجيل صوتي والمصنف نفسه اللي هو ممكن يتعدى توزيعه وممكن يتغنى باكثر من طريقه او باكثر من صوت، زي ما حضرتك بتسمع صوت ست الحدايق يا حبيبه بصوت سيد احمد، بصوت محمد عبد الوهاب، وبصوت عبد الحليم حافظ، الثلاث تسجيلات موجوده. طيب انا هنا هستاذنك يا دكتور حسام، لانه هستاذن حضرتك في نقطه هنا، هي لانه الاستاذ محسن قال لا الكلام ده مش سليم حتى انه وصفه بالفلسفه، فانا هستاذن بس نسمع رد استاذ محسن موجود معانا على الهواء. اتفضل يا استاذ محسن. طبعا كل الاحترام للدكتور حسام على الكلام اللي هو بيقوله، بس طبعا انا ما بحبش الطريقه بتاعت ولا تقربوا الصلاه ويسكت. الاقرارين الاول اللي هو بيقول ان السيده ام كلثوم مضتها بخط ايديها في الشهر العقاري، هو قال انه اقرار وهو راجل قانون، انما هو مش اقرار، هو توكيل من السيده ام كلثوم. والتوكيل ده علشان ان شركه صوت القاهره كان في احد المزورين في جنيف، وصوت القاهره ما عرفتش تاخد ضده اجراء لان ما تحتهاش مستندات ملكيه، فطلب التوكيل من السيده ام كلثوم حتى تستعمله لصد المزور، وفي التوكيل مكتوب اسم الشركه التي حتتولى هذا، ده في التوكيل. والسيد السيد الدكتور حسام يعلم جيدا ان بموافاه الموكل تنتهي الوكاله، فلما يقول ان هو اقرار يبقى انا الحقيقه يعني ليا حظ سنه. طيب نسمع دكتور حسام. ماشي. اما بالنسبه للمصنفات والتسجيلات الصوتيه، المصنف لما نيجي نقرر فيه ما نقررش كده. نعم بقول لحضرتك ايوه، على شق المصنفات والتسجيلات الصوتيه. خليني في جزئيه المصنفات، المصنفات لازم تبص قبل ما تتكلم، لازم تبص على التنازل، شكل التنازل. يعني مثلا انا عندي التنازل بيقول انا تنازل حصري، ده من مؤلف الملحن، تنازل حصري ولا يستطيع ان هو يديه لغيره، وتنازل للشركه ولا يحق له التنازل للاخرين. هذا حق وهذا عقد بين الاطراف، القانون بيحميه. وانما لو قال انا بدي لك تصريح علشان تغنيه وبحتفظ لنفسي ان غيري يغنيه، انا ارفع لك القبعه. انما جميع اغاني السيده ام كلثوم واكدها الورثه، بل مش الورثه بس، واكدها بتنازلات اخرى من المؤلفين والملحنين الذين عاصروا ام كلثوم ثم ورثتهم بعد كده، خدنا منهم تنازلات بتؤكد على انهم نقلوا هذا الحق كاملا الى السيده ام كلثوم وليس لاي جهه اخرى اي حق عليها. ليه بقى؟ لما تيجي نقول حسب الفلسفه اللي انا بقولها، نفترض ان انا انتجت اغنيه بتونس بيك. لما تيجي الفنانه الكبيره وردة الله يرحمها، انا سجلتها استوديو، لما تيجي تنزل وتغنيها في حفله، هل الحفله دي مش ملكي؟ مش ملك الشركه؟ حسب ولا العقد هتبقى ملك لاي جهه اخرى؟ يبقى حسب التعاقد يطلق عليه الدكتور حسام الا انه مصنف مسجل ثم
لما يطلع حفله يبقى الحفله دي تبقى لشركه اخرى، هي على حسب التعاقد، وعندي احكام نهائيه إلا من المحكمه لو حب هو يطلع. يمكن انا في الحته دي لو سمحت لي يا استاذ محسن، يعني لان انا اشتغلت في القصه دي وقت ما كنت بدير يعني اذاعه نجوم اف ام، هو على حسب التعاقد، يعني لو التعاقد منصوص فيه، بص في لو منصوص فيه حفلات يبقى دي قصه ثانيه. اذا كان في التنازل حصري، طيب انا هستاذنك يا محسن بيه ناخد ايضا رد اخر او رد على ما ورد من حضرتك من دكتور حسام. اتفضل يا دكتور حسام. يا فندم انا برضو عايز اوضح، انا استاذ قانون مدني، لما اقول اقرار انا بقصد كلمه اقرار. سيدة ام كلثوم كتبت في التوكيل: اقر انا ام كلثوم ابراهيم بتوكيل شركه صوت القاهره المالك الوحيد لجميع تسجيلاتي الحاليه والمستقبليه، بتوكيل اللي عملتها لشركه صوت القاهره. والاقرار الثاني من الدكتور الحفناوي والسيده سيده: اقر انا الحفناوي واقر انا سيده ان شركه صوت القاهره هي الوكيل اللي هي المالك الوحيد للتسجيلات، بالتالي كده على التسجيلات الصوتيه. فالتوكيل هو عباره عن محرر موثق يتضمن اقرار ووكاله لشخص بالقيام بمباشره عمل معين. صحيح. فكلمه اقرار وتوكيل استخدام صحيح ومصطلح قانوني منضبط، والاقرار الصادر لا ينتهي بالوفاه، التوكيل بينتهي بالوفاه، انما احنا معانا ورقه موثقه من الشهر العقاري مختومه بختم النصف ان المالك الوحيد صوت القاهره. طب الورثه اديني الاول من الورثه بعد وفاته، عملوا نفس التوكيل وكتبوا نقر نحن ورثه فلانه ان شركه كذا هي المالكه الوحيده. طيب عندنا الورقتين دول، عندنا ايه كمان؟ عندنا المنطق نفسه بيقول ان الاستاذ محسن بيحاول يفرق ما بين انه هو بيملك الحفلات، وده غير صحيح، لان التسجيلات الحفلات انت عند حضرتك تسجيل استوديو ام كلثوم ده تسجيل مملوك للاطلال مثلا لشركه صوت القاهره، تسجيل حفل ام كلثوم الاطلال في تونس ده ملك تلفزيون تونس، غدا القاه السودان ملك تلفزيون السودان. فالتسجيل غير المصنف، المصنف ده تاليف وتلحين وعزف، قد يعزف بطريقه وقد يعزف بطريقه، فبيتعمل له حاجه اسمها اعاده نشر. اللي بيحصل دلوقتي ان في ناس كتير بيتقدموا بطلبات لاعاده النشر وبيقولوا احنا عايزين نعيد نشر المصنف، فتيجي السيده امل ماهر تغني، فلان الفلانيه تغني، السيده شيرين عبد الوهاب تغني، ده باذن من فاتن فرنسا، ادت الاذن لهؤلاء ان هم يستعملوا هذا الاذن. يعني لو خدنا بالمنطق اللي بيقوله الاستاذ محسن يبقى لا يوجد ما يسمى بالاداره الجماعيه لحقوق المؤلف، يبقى الحوالي 280 جمعيه وشركه مدنيه بيديروا الاداره الجماعيه لحقوق المؤلف تحت اداره اتحاد دولي اسمه سيزاك اللي هو كونفدراسيون انترناسيونال ديزيتور كومبوزيتور، للاسف يبقى مش موجود. فده طبعا ما فيهوش منطق، والاستاذ محسن يعلم تماما هذا الكلام، ويعلم وهو بصفته انه كان عضو في جمعيه المؤلفين وانضم للعضويه وانسحب منذ سنوات قليله جدا وما زال محتفظ بعضويته في التسام كناشر، ومقر بخط ايده وماضي الا يتعرض لملكيه جمعيه المؤلفين والملحنين في ملك فيما تملكه من مصنفات الاعضاء. يعني استاذ محسن وقع على راضي يا فندم، والورقه موجوده واحنا وزعناها امبارح. طيب هستاذن ارجع لاستاذ محسن في النقطه دي، ممكن ابعتها لحضرتك دلوقتي. لا يا فندم يعني صادق، لكن انا هستاذن ان احنا ناخد رد الاستاذ محسن على النقطه دي بالتحديد. اتفضل يا استاذ محسن. يقول قرار موقع منه ولا لا؟ يا ريت اتفضل يا استاذ محسن. يا استاذ يوسف، طبعا الجمعيه في تحصيل الاداء العلني، تحصيل الاداء العلني سواء زي المثل اللي قاله الدكتور حسام، سواء كانت لام كلثوم انها تغنيها او الراديو يذاعها او اي اذاعه تذاعها، الجمعيه تحصل الاداء العلني، انا ما اختلفتش معاه فيه. ولو غنتها اي فنانه اخرى برضه تحصل الاداء العلني، انما من يعطي التصريح لانها تغنيه؟ هو ده مضبط الفرس وده الخلاف. هنا لازم ترجع للعقود اللي موقعها المؤلف والملحن لصالح المنتج. اذا المؤلف والملحن مديله في التنازل الحق الحصري في الاستخدام والاستغلال، لا يجوز لاي احد ان يتعدى عليه. دكتور حسام،
احنا لو فضلنا لحد الصبح في المناقشه دي مش هنخلص. هندخل في نقاط قانونيه كثيره في المحاكم. الا ان انا بقول لحضرتك حاجه ذكرتها في المؤتمر. معلش يا دكتور، معلش يا استاذ يوسف. اتفضل يا فندم. لحظه واحده، اتفضل. لحظه واحده. اتفضل يا فندم. علشان الدكتور حسام قال ان هو رافع عليا دعاوي وقضايا ومبلغ النيابه، والنيابه مش عارفه تجيبني. ده يا استاذ يوسف، لما المنتج للبرنامج طلبني لقاني، فازاي لا مؤاخذه النيابه مش عارفه تجيبني؟ النيابه اقوى من كده يا دكتور حسام. انا مستعد امتثل امام اي جهه قضائيه، لان انا لا يعني لا اخاف في الحق لو ما تلاقي. طيب اذا سمحت لي يا محسن بيه، واذا سمحت لي يا دكتور حسام، اجتمعت محسن بيه قدامي، على قدامي انا لوحدي يا محسن بيه، إذا سمحت لي ودكتور حسام يسمح لي، إذا أردنا أن نخرج بره ساحة القضاء ونصل إلى حل هادئ يرضي جميع الأطراف، يجيب 2 مستشارين قانونيين محايدين زي المحكمين. أنا معاك، بس معاك محكمين، ويشوف ورقي ويشوف ورقهم، واللي يحكموا بيه أنا موافق عليه. طيب ناخد رأي دكتور. خصوصا يا أستاذ يوسف، خصوصا يا أستاذ يوسف، إن أنا بستغل المصنفات أم كلثوم حتى هذه اللحظة، وشركة صوت القاهرة لم تتخذ ضدي إجراء حتى هذه اللحظة. ما احنا اتفقنا، وأنا منتظر إنها تتخذ إجراء بدل من اللغط والكلام اللي بيحصل في الصحافة والإعلام. احنا وصلنا إلى إنه حضرتك قلت أنا أرتضي أن يكون هناك 2 من المحكمين أكيد. المحايدين وينظروا إلى كل الأوراق وما يحكمون به، فإنه أستاذ محسن موافق عليه، صح كده؟ أكيد. طيب أكيد. دكتور حسام رأيك إيه؟ يا فندم، الأستاذ محسن لجأ للمحكمة الاقتصادية وخسر الدعوة، وفي عقد. لا للأسف فيه. للأسف، ما تقولش كلام غلط يا فندم، الحكم موجود. انا ما خسرتش دعوه، ده انا جربتكم مليون ونص يا دكتور. انا ما قاطعتكش يا استاذ، واقرا اسباب الحكم. انت راجل قانون يا استاذ محسن، اقرا اسباب الحكم. الحكم اترفض ليه؟ لان القاضي قال انت يا محسن انت اللي اديت لصوت القاهره الحق، فانت بتقدم بتعويض ليه؟ دكتور حسام اتفضل. اقرا يا دكتور حسام، خلينا يا استاذ محسن، ما تخليش الطريقه بتاعت ولا تقربوا الصلاه. اقرا اسباب الحكم جيدا يا فندم. انا قريت الاسباب لان انا كنت المحامي فيها، وانا اللي اقرا الصفحه الاخيره، حيث ان المدعي منح الشركه صوت القاهره منحها حق الاستغلال. من الشركه المدعيه؟ انا العبد لله. يا فندم حضرتك مضيت عقد اقريت فيه بملكيه شركه صوت القاهره ولا لا؟ لا ولا لا؟ للاسف ما مضيتش. لا العقد موجود يا فندم، العقد موجود وانا هبعته للتلفزيون يحطوه على الشاشه. نمرة 2، حضرتك اما اشتريت شركه صوت الفن اشتريت تسجيلات صوتيه ولا اشتريت مصنفات غنائيه؟ اشتريت كله الاثنين. لا يا فندم، اشتريت تسجيلات صوتيه بدليل ان حضرتك ما اشتريتش فيلم عبد الوهاب وما اشتريتش الاغاني التسجيلات الاخرى، واضطريت تشتري صوت لبنان عشان تاخد تسجيلات الحفلات. طيب هل يا دكتور حسام ترتضي الحل اللي طرحه استاذ محسن بانه احنا متصحبين تماما؟ او عكس كده ينفع عليا قضيه؟ دول مش عايزين يرفعوا قضيه، عايزين يطلعوا في الاعلام بس يعملوا ترند. واحده واحده بس يا محسن بيه، واحده واحده. طب احنا عاوزين موجود يا فندم، عاوزين نجد يعني حلول. يا دكتور حسام ارفع عليا قضيه. يا دكتور وقف الشغل ده يا فندم. حصل ما احنا قلنا استاذ محسن احنا عايزين نبتعد شويه عن ساحه القضاء، نحن نتعلم عن تراث الست ام كلثوم اللي هي اكبر واهم واروع صوت في المنطقه العربيه، فلا نريد لاسم الست ام كلثوم ان يتم تداوله في ساحات المحاكم اكثر من ذلك. هل من الممكن ان احنا يا دكتور حسام نلجا الى الحل اللي طرحه استاذ محسن، وانه يبقى يا فندم احنا ما فيش بيننا وبين بعض خلاف الا الامتثال لحكم القانون. حكم القانون واضح والورق موجود، وعندنا اقرار بخط ايد ام كلثوم لا يجب اهداره، وعندنا اقرار بايد الحسين. يعني هتكملوا في الاجراءات القضائيه؟ اه طبعا يا فندم. وبعدين احنا معانا اوراق جديده ظهرت الان غير الاوراق اللي احنا طلعناها، للاسف فيها تزوير في مكتب تسويق وتوثيق الازبكيه ومحل تحقيق من مكتب النائب العام. انا مش بتكلم كلام فارغ، العكس. لا لا لا، البلاغ موجود عند مكتب النائب العام وليه رقم،
وفي دعوة رد وبطلان مرفوعة أمام المحكمة ولمستندات مزورة ب لا عيب عيب يا دكتور لما تقول مزورة كده على الشاشة ده يؤخذ عليك انت تقول مزورة وبعدين يترفض القضية بتاعتك. انا هستأذن حضراتكم أن أنه يعني الكلام من الطرفين على ما يبدو أنه الذهاب إلى ساحة المحاكم قد يفضي بنا إلى حل ما. دكتور حسام أنا بشكرك جدا، دكتور حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، أستاذ محسن جابر منتجنا المصري الكبير المعروف أيضا أشكرك جدا. كنت لا أتمنى أن تستمر القضية داخل ساحة المحاكم وأن نصل إلى حل ما قد يكون وديا بشكل قانونيا بشكل آخر، إلا أن يكون هادئا وبتحكيم أطراف محايدة إن استطعنا، أو أن يتفق الطرفان على معادلة ما، لكن على ما يبدو إنه الطرفين يريدون الذهاب إلى المحكمة وهذا حق يكفله لهم القانون، ولننتظر الأحكام القضائية.